بسم الله الحمد لله، مرحبا بكم في الفيديو 16 فلاشين ديكيرا فورماسيون. معكم بو علام. اليوم ان شاء الله راح نتكلموا على اليمون ايسونسيال، حاجه جد جد مهمه في لي زارمون الكتريك اندستريال، اللي هما بيان سور لي كونتاكتور. اليوم ان شاء الله فوالا هادو هما بون صويرات الجماعه بليزير كونتاكتور. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لي زابليكاسيون تاع لي كونتاكتور لو برينسيپ دو فونكسيونمون تاعو، وفي الاخر تاعها شرا نخدموا هذا الفيديو ان شاء الله بلي كريتير دو شوا لي كاتيجوري دو فونكسيونمون تاع هاد لي كونتاكتور هادوما. بدير ان فيديو تري تري امبورطون، تبعوه معنا ان شاء الله الاخر. فوالا دوك وين نستعمل، نبداو ان شاء الله وين نستعمل لي كونتاكتور. نستعملوه باغ اكزومبل حبيت ندير اون ارموار بور ليكليراج بيبليك، ليكليراج تاع ستاد فيدير ليكليراج بزاف عامه بور فار ان ديماراج موتور. بزاف ناس يقول لك يا خويا نهار كم نتوما تهضروا على الموتور، لي من يصلح الموتور هذا؟ بيان سور موتور، موتور داخل في كلش، في كاع الاندستري. الا كان عندك ان كونفاير كيما هذا ولا ان بون رولون، هادو كاع صوالح هادو ما يمشوا لنا بلي موتور. نامبورت كال ماشين راح تمشي بموتور. نقدروا نلقاو لي كونتاكتور في لي زارموار تاع لي بومب، بومب ايمرجي، سورتو الناس اللي يخدموا الفلاحه وكلش يستعملوا بزاف لي بومب ايمرجي، و بلان 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 دوتر ابليكاسيون اللي راح نلقاو فيها لي كونتاكتور. نبداو بسم الله نسيو نفهموا وشنو هو الكونتاكتور وكيفاش يخدم. جماعه الخير، باش نتفهموا شنو هو ان كونتاكتور، الكونتاكتور مقسوم على زوج حاجات، فيه اون بارتي بويسونس وعندو اون بارتي كوموند. اون بارتي بويسونس اون بارتي كوموند، واش حب يقول؟ معناته هنا هذه لا بارتي بويسونس، شوف هنا 1 2 3 2 4 6، هنايا الفازا تدخل في ال ا تخرج في ال 2، من 2 تخرج في ال 4، ومن 3 تخرج في ال 6. هنايا لي 3 فاز، شحال عندي فاز؟ فاز لا طونسيون تاعها هي 400 فولت في الريزو، الريزو تاعنا نورمال اللي نعرفوه. وقتاش هاد لا فاز تمشي منا حتى لهنا؟ نهار اللي تغلق الكونتاكتور. هاد لا بارتي هادية وبيان سور دو تروح لهنا و تروا تروح لهنايا، وقتاش نهار اللي تغلق هاد الكونتاكتور كاع؟ هاد لا بارتي هادية سموها لا بارتي بويسونس، هادي نعيطولها لا بارتي بويسونس. عندنا اون بارتي وحدوخرى اللي هي هاد لي كونتاكت هادوما، هاد لي كونتاكت صغار هادوما. عندنا لهنا ان كونتاكت فيرمي اللي هو 21 22، وعندنا ان كونتاكت اوفر، كونتاكت مفتوح اللي هو كونتاكت نورمالمون اوفر اللي هو 13 14. دوك نشوفو هاد لا بارتي كوموند هادي اللي من تصلح. قالنا واحد السؤال، هذا است ان كونتاكتور شيما نتاعو؟ دوك نشوفوه هو بداتو، دوك نشوفوه ما تقلقوش. هذا ان كونتاكتور، وقتاش يتغلق هذا الكونتاكتور هذا؟ وقتاش هاد لي طروا هادوما يتغلقوا هكذا هكذا؟ وقتاش يتغلقوا؟ النهار اللي هاد عندنا هنايا ان بوبين، هادي است ان بوبين. ان بوبين وشنو ان بوبين؟ هي نحاس، رولو تاع نحاس، بوبينه ندوروه 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 ونا لي مونتور. دوك هاديك سا ديبون، هاديك لا بوبين هاديك عندنا سا ديبون بيان سور الكونتاكتور. كاين كل كونتاكتور عنده بوبينه تاعو، كاين اللي عنده بوبينه لا بوبين تاعو ان ان ا دو هي 220 220 فولت، كاين اللي عنده 220 فولت في دين لازم نعطيلو فاز نتر هكذا. كاين كونتاكتور واحد اخر لا فيه 24 فولت كورون كونتينو، فيدير بون انا هنايا ما صبتش كيفاش ندير اون اليمونطاسيون في لارموار الكتريك اندستريال، لازم نشرو له اون اليمونطاسيون، فيدير لازم له ان ترانسفورماتور بلس ان رودريسور صغير اللي نبلاصوه داخل وسمو. فيدير جوست انا هنا واش حاب نفهمك بلي يقدر تاني، حاب نفهمك بلي هاد لابوبين هادية تقدر تمشي على حسب الكونتاكتور، تقدر تمشي ب 220 220 فولت، تقدر تمشي 24 فولت سي سي، تقدر تمشي ب 110 الترناتيف، تقدر تمشي ب 380. الى مشات ب 380 اوتوماتيكمون لازم ندو لها دو فاز 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 هكذا. حنايا مثال، الى سوبوزينا مثال، سوبوزينا بلي هاد لابوبين هادي 220 220 فولت، 220 فولت واش معناتها؟ معناتها اننا نعطو لها هنايا فاز ونعطو لها النوتر في الادو، نمدو النوتر وهنا نمدو الفازا. الى كان عندنا مثال ان انتيريبتور كيما هذا، ندخلو في الانتيريبتور هنا، معناه ان لو كان نعبز على الان واش معناتها؟ معناتها الفازه راح تمشي حتى لهنا
والنثر راه عنده واش معناتها؟ معناته نقولوا اكسيتينا لابوبين، اكسيتينا لابوبين فيدير كاين ليكسيتاسيون. واش حاب يقول ليكسيتاسيون؟ لابوبين اللي اكسيتي، لابوبين اللي اكسيتي فيدير هذيك النحاس، هذاك الرولو تاع النحاس هذاك اللي كنا نحكوا عليه، كي تعطي له فاز نتروش يولي، يولي كوم ان نيمون، يولي كوم مغناطيس، نفس وكانه مغناطيس، يولي كشغل مغناطيس هكذا، ماشي كشغل مغناطيس، يولي مغناطيس هكذا باش تفهمها مليح، يولي مغناطيس. هذاك المغناطيس واش يدير هنا؟ يعطي له فاز نتر ولا مغناطيس واش يدير؟ يجبد لي هاد لي تروا كونتاكت هذوما يهبطوا لتحت. بيان سور كاين ان روسور توتا ميكانيزم اللي يجبد لي هاد لابوبين هذا، غير كي تولي مغناطيس تغلق لي هاد الكونتاكتور. كيفاش نعاود نحل الكونتاكتور تاعي؟ نعبز لهنا زيرو، واش معناتها؟ قطعت الفازا، كي تقطع الفازا واش يصرى؟ يتنحى ليكسيتاسيون هنايا، يتعاود يتفتح الكونتاكتور. كيفاش نغلق الكونتاكتور؟ نمد الفازا، نفتحو نفتح الفازا، نحيلو الفازا هكذا. فيدير ليكسيتاسيون نيكسيتي، يتغلق الكونتاكتور، نفتح يتفتح الكونتاكتور هكذا. وهذه تحب ديرها بانتريبتور، تحب نديروها من بعد بوطون بوسوار، بالعقل دوك نشوفوا كاع صوالح تاعو هكذا. هذه هي مالا واش قلنا؟ قلنا هذه لابارتي بويسونس، هذه لابارتي بويسونس. كيفاش تتغلق؟ تتغلق قلنا بهاد لابوبين، هذه لابوبين قلنا باللي تقدر تلقاها 224 فولت سي سي. شوف مليحه، تبع مليح، تقدر تكون 24 فولت سي سي، فدير الا كانت 24 فولت سي سي ولا حاجه هكذا خفيفه تقدر تمسها بيدك. هذه فاز ولا توشي بيدك عادي، توشي بيدك عادي، تمد 24 فولت سي سي ولا 12 فولت، 12 فولت سي 12 فولت بيلا سيم بيل هكذا. شوف مليح 12 فولت لو كانت تمدها هنايا هاد لابوبين هذه تكسيتها واش دير؟ تغلق، راح تمشي لك 400 فولت. حاجه كبيره هذه، هذا حاجه كبيره. فيدير ب 12 فولت اللي تقدر تمسيها بيدك، تغلقها بيدك، تقدر تمدها تغلق لك 400 فولت. وكاين ماشي غير 400 فولت، تمد دي طونسيون اكثر من هكذا. هذه كونسيرنون لا بارتي بويسونس. لا بارتي كوموند واش دير؟ هنا عندنا زوج انواع تاع لي كونتاكت في لا بارتي كوموند. عندنا النوع الاول اللي هو الكونتاكت فيرمي، اللي هو جينيرالمون يكون 21 22، والكونتاكت اوفر جينيرالمون يكون 13 14. هذا لما طونك الكونتاكتور تاعي لما يتغلق، فيدير كي تكون لابوبين اكسيتي يتغلق الكونتاكتور، واش يصرى؟ هذا ال 21 22 هذايا يتفتح و 13 14 يتغلق. نعاودوها، لما يتكسيتا لابوبين الكونتاكتور يتغلق، هذه لا بارتي بويسونس تتغلق، هذا 21 22 يتفتح وهذا يتغلق. هاي ليك ابيبري. انا درت لكم بون، كاين ناس يجي يقول لك يا خويا هذا في من تصلح، تصلح باش نديرو بون، تصلح في ماشي غير اني زدت لهنايا هاد لا بارتي هذه درت لها مثال تاع لا بارتي كوموند. هذه تصلح مثال باش نديرو دي لامب تيموان، باش نقولوا بلي الموتور راه يمشي، الموتور راه طافي. نقدروا نستعملوها مثال في لوطومانتيان، ومن بعد نشوفوا شنو هو لوطومانتيان. هذا 2022 هذه نسحقوه في رياجي الكتريك، نسحقوه في بلان 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 شوز. دوكا بور لانستون جوست انا نفهموا شنو هو ان كونتاكتور هكذا، فهمنا. وزيد نفهموا حاجه واحده اخرى، لا بارتي كوموند الا كان هدايا، الا كان هذا مثال 24 فولت سي سي، 24 فولت سي سي هذا وهذا لابوبين 24 فولت سي سي، معنى حتى هاد لي لامب تي موان، حتى كاع صوالح تاع لا كوموند لازم يكونوا 24 فولت سي سي. الا كان هذا 220 احسب كاع لا بارتي كوموند لازم تكون 220، فدير هاد لي لامب تي موان هادو لازم يكونوا 220 هكذا. الا كان 110 الفايده، الا ديت ان كونتاكتور لابوبين تاعو مثال 12 فولت، لازم لي لامب تي موان لازم يكونوا 12 فولت. ان شاء الله مفهومه هذه كيفاش يمشي ان كونتاكتور. هاو لي كان كونتاكتور، هذا لي سيمبول ديالو. هاي ليك لا بارتي، هذيك لا بارتي بويسونس. هنا يدخل لا فاز 1،
هنا تدخل لفاز 2 هنا تدخل لفاز 3 وتخرج بيان سير منها. راك تشوف هنا 2 4 6 لا بارتي كوموند اللي كنا نحكوا عليها مقبل هاي ليك 13 14 عندي 21 22 وبيان سير هذا A1 A2 شكون نحكوا هذا هنا وين تاليمونتي لا بوبين هنا وين تاليمونتي لا بوبين A1 هاوليك A1 وهذا A2 وتقريبا كاع لي كونتاكتور بنفس ماشي تقريبا كاع لي كونتاكتور هكذا فيهم ان بارتي بيسونس هاي اللي كون راهي لي 3 فاز بيان سير بعد نشوفوا تاع لي كونتاكتور كاين دي كونتاكتور شويه سبيسيال نزيدو نشوفوهم ان شاء الله عندك لا بارتي كوموند هاي ليك وهاي ليك لا بوبين A1 A2 بيان سور الشكل لا فورم فيزيك تاع لي كونتاكتور تتبدل من ماركه لماركه كل واحد عنده لا مارك تاعو يبدلها كيما يحب شفت مقبله A1 A2 كانت من الفوق هاي ليك دوكا هنايا راهي من تحت A1 A2 هديه تاع من تاع لا بوبين وشن يتبدلوا لي مارك تتبدل لي تكنولوجي يتبدلوا صوالح ولكن لي نورم ما يتبدلوش ديرها مليح في بالك كاع لي كونتاكتور تاع الدنيا A1 A2 معناه انه A1 تحط فيه الفازا A2 تحط فيه النوتر هذه ديها قاعده 13 14 تاع كونتاكت اوفر ال 21 22 تاع كونتاكت فيرمي لي 3 فاز هم باينين في دير هاد الصوالح هذوما ما نقدرش نلعب بهم هذوما هكذا مهما تبدلوا لي مارك مهما تبدلوا لكن جماعه الخير كاين بعض لي كونتاكتور ما يجيش فيهم هاد الفانتيا فاندو كيما شفت واحد هنايا هذا مثال هاد الكونتاكتور هذا شريته واش عنده فيه ان بارتي بيسونس دخله وخرجه وباين واش يخصني مثال فانتيا فاندو هاوليك الكونتاكتور تاعي فيه 13 14 كوم ان كونتاكت او كونتاكت تاع لا كوموند بصح انا في الشيما ديالي مثال انا درت الشيما نتاعي وخصني خصني ان كونتاكت 21 22 كونتاكت تاع لا كوموند هكذا نسحقو ولا مثال فيه يقدر يكون فيه سيدي نقدر نشوف انايا فيه مثال 21 22 هاوليك هنا 21 22 يقدر يكون كان فيه 21 22 بصح انا نسحق مثال زوج تاع لي كونتاكت 21 22 كيفاش كاين كيفاش نحلوا هذا المشكل هذايا كاين في بعض لي ماركه باش نتفاهموا مليح ماشي كاع لي مارك كاين بعض لي مكان اللي نسمينا لي مارك باسكو باش ما نديروش بيبليسيتي ولكن باش تكون تايا تكون عندك المعلومه في بعض لي مارك تاع لي كونتاكتور واش تلقى ان كونتاكتور اوكسيليير يعني طوله كونتاكتور اوكسيليير رد بالك مليح هذا كونتاكتور وهذا كونتاكتور اوكسيليير يا خويا تقول لك واش هذا كونتاكتور اوكسيليير قلت لك هذا تلقاه في بعض لي مارك كونتاكتور اوكسيليير الفرق بينه وبين الكونتاكتور نورمال ما فيش لا بارتي بيسونس هذا ما فيش لا بارتي بيسونس بون صدي لي بري ما نقدرش نقول لك باسكو صدي بون لا مارك من ماركه وخذها كل وحده والبري تاعها مي هذا واش فيه الى راكترو ماركي راك تشوف فيه 13 14 13 هاوليك وال14 هاوليك كاين عندك دو اونتري هنايا 43 44 هادوما 43 44 في ديرسي دي بوين دو كوموند هذايا فيه جوست لا كوموند فيه جوست لا بارتي كوموند مي فيهش لا بارتي بويسونس هذايا لما طيح انت في ان كونتاكتور لي ما فيهش 21 22 ولا سحقيت مثال دو كونتاكت ولا واش دير كيفاش هذا تركبه في الارموار تربط الان وراه الان هذا تاعو هاوليك هكذا هذه اختر هذا فيه بوبينه وحده هكذا تربط الان مع الان والا2 مع الا2 كيما نقولوا حنا تشانتيه هكذا شانتيه هكذا بيدير يولي هذا وهذا يمشوا كيف نهار اللي التيكسي تاع هذا كي التيكسي تاع هذا الكونتاكتور التيكسي تاع مع هذايا وباك تاع يا خويا هاي ليك عليك لي كونتاكت لي خصوك وخدم شيما لي راك داير شيما داك لي ديسينيتو هذا جوست باش نتفاهموا دروك عرفنا وشنو هو ان كونتاكتور والفونكسيونمون ديالو شنو هو وهذا وشنو هذا ستان كونتاكتور اوكسيليير مي جماعه الى انا شاك فوا حقيت
شحقيت انا كونتاكت اوكسيليير وشريت هذايا كونتاكتور اوكسيليير، اسمحوا لي على الكلمه، ماشي افير، ما درنا والو. علاش؟ بس نما باسكو ستينكو تزيد دراهم اون بلوس، وهذه ماشي هكذا. فيدير كيفاش نحلوا هذا المشكل هذايا؟ بون قلت لك كاين دي مارك اللي بالسيف عليك لازم تشري هذا، كاين دوتر مارك اللي وش يعطي لك هاد يعيطوا لهم لي بلوك اديتيف هكذا، ولا لي زوكسيليير نعيطوا لهم. وش فيهم هادوما؟ نركبوهم فوق الكونتاكتور، فيهم مثال دو كونتاكت اوفر وعندك دو كونتاكت فيرمي هكذا، هادوما اللي تسحقهم. كيفاش هاملي هادو كاع سيدي زوكسيليير؟ هاولي كيفاش يطلع، هاولي كيفاش يركب لوكسيليير هكذا. هذا هاولي الكونتاكتور هذا وحده، هذا كونتاكتور وحده، وهذا لوكسيليير. مثال دوك سحقينا لي كونتاكت هادوما، واش ندير؟ نركبو من الفوق. زيد نعطي لك واحد المعلومه برك، شوف في كاع صوالح هادوما تاع الاندستري، لي كونتاكتور صوالح هادوما، وسمهم لي زاباري دو كوموند هكذا، راح تلقى مثال. شوف راح تلقى مثال 3 4، شوف 3 4 سيكون 3 سيكون 4، ولا تلقى مثال 13 14 13. شوف الرقم الثاني هذايا 3 4، كي تشوف 3 4 عرف بلي كونتاكت اوفر. شوف 83 84 كونتاكت اوفر هكذا. فيدير انا دوك غدو نقول لك 43 44 بلا ما تخمم بزاف، ستين كونتاكت اوفر. 33 34 ستين كونتاكت اوفر. بار كونتر جماعه لي كونتاكت مثل 61 62، راك تشوف هنا 1 2 71 72، راك تشوف 1 2 في الكونتاكت حنا مقبله. واش قلنا الكونتاكت فيرمي؟ واش قلنا مقبل؟ قلنا هو 21 22. اشاك فوا تلقى 1 2 1 2 فيدير سي ان كونتاكت فيرمي. ان شاء الله مفهومه هذه. 1 2 21 22 كونتاكت فيرمي. ميم بعدا كي تلقى ان اري دير جونس بار اكزومبل، بعدا نزيد نكسر عليهم هادوما لا بوطون بوسوار ولا صوالح هادوما، كيكون نورمالمون اوفر راح تلقى 3 4، الا كان فيرمي راح تلقى 1 2. ان شاء الله مفهوم هاد البوان هذا لي تري امبورطون، تسمى باش توالف هاد الصوالح هادوما تاع الكابلاج وكذا. بارمي دوك هضرنا على لي بلوك اديتيف، علاش زدنا لي كونتاكت؟ فيدير كان خاصني انا كونتاكت فيرمي، زدتو ان بلوك اديتيف، كان عندي زدتو بلوك اديتيف. كاين هادوما، هذا واش هدايا؟ هذا يستا طومبوريزاتور. شفا مليح مقبله هاي ليك. واش درنا مقبل؟ درنا من الفوق ان كونتاكت اوكسيليير، هذا قلنا باسكو حقينا 21 22 ولا 13 14، واحد اخر ولا هكذا 23 24. ولا هنايا هدايا راك تشوف هذا يركب تاني فوق الكونتاكتور. واش الخدمة تاعو؟ هذا ستان طومبوريزاتور، هذا حكايته وحدها، نديرو له فيديو ان شاء الله وحده. عندنا زوج انواع طومبوريزاتور ترافاي طومبوريزاتور روبو، نديرو له فيديو وحده. وشنو جوست هذا؟ بارمي هذا حاجة من الحوايج لي بلوك اديتيف اللي يركبو فوق الكونتاكتور هكذا. صح دوك تفهمنا، دوك هاوليك الكونتاكتور تفهمنا على البرينسيبل فونكسيونمون تاعو. يجي فوقو قلنا سوا ان كونتاكت اوكسيليير سوا ان طومبوريزاتور. كاين مشكل انا درت الشيما تاعي، درت الشيما ديالي، رحت شريت ماتيريال وبلاصه بعيده فري بعيده، كي جيت ولحقت راني بديت نكابلي سحقيت في هذاك الشيما ديالي، سحقيت ندير ان طومبوريزاتور. بسم الله كي ركبتو هكذا، ركبت هذا الطومبوريزاتور هذايا، يخصني 21 22، وهذاك الكونتاكتور اللي مال تحتها ما فيهش ال 21 22. كيفاش ندير؟ راح تقول لي روح شري بلوك اوكسيليير تحطه هنا من الفوق، وين تحطه؟ ما كاش، هيا راك ديجا خضاتها هاد الطومبوريزاتور، وين تحطه؟
هكذا دوكا واش ندير نروحو نشرو كونتاكتر واحد اخر خساره تاع دراهم كيفاش نديرو كيفاش نديرو مازال كاين حل مازال كاين الحل كيفاش نديرو عندنا لي بلوك اديتيف لاتيرال فيدير يجو في الجناب يجي في الجنب شوف هنا هذا هنا يجي يسقف في الجنب في الجنب تاع الكونتاكتور وتزيد له 21-22 كيما هكا هكا يجي في الجنب تاع الكونتاكتور هكذا باش تهرب على هذا المشكل هذايا و فوالا دوك كيما هكذا يزيد له بلوك اديتيف لاتيرال هكذا دوك لي من الفوق ومن الفوق والاخر هكذا هذه باش تخرج من المشكل استغفر الله دوك كاين باش تفهموا باش نخرجوا من هاد لي بلوك اديتيف هادوما شوف مليح مقبله هضرت على الحكايه تاع لي تكنولوجي قلنا شاك مارك وكيفاش الله يسهل هكذا كل واحد كيفاش يحب يخدم الكونتاكتور تاعو وكل واحد كيفاش يحب يكوميرسياليزي الكونتاكتور تاعو برك يحترموا لي نورم فيدير هدايا ال1 2 كاع تلقاهم ال1 اكتشوف 2 تخرج منها من 2 هكذا هذيك ما يقدرش 13-14 كاع فيهم 13-14 هكذا ولكن شوف مليح هنا اكتشوف هذه هي باش ندير البلوك اديتيف تاعها هنايا هنا اللي راح يركب البلوك اديتيف في هذا نوعدكم ان شاء الله ندير ان فيديو اللي نوري لكم لي كونتاكتور هادوما وكيفاش يركبوا هادو كاع صوالح هادوما هكذا تبع معايا هنايا راك تشوف هنا كاين هكا شغل وكانه قجر وكانه ميكانيزم باش يدخل فيه البلوك اديتيف هذاك بار كونتر هنايا ماشي كيف راك تشوف هنايا ماشي كيف علاش هادي مشكل تاع الكونستريكتور هو اللي يخدمهم هكذا فيدير هذا ولي كونستريكتور اللي يخدموا كيما هذايا يخدموا لي بلوك اديتيف كاع كيف هكذا فيدير حنا في التسعين نقول لهم تاع لي مارك اللي جونا ملاشين بيبري كاع يجوا هكذا كاع يقبلوا لي بلوك اديتيف فيدير مام تجيب له ان بلوك اديتيف تاع ماركه واحده اخرى تحطهم الفوق يركب عادي هكذا بار كونتر الا ديت هذاك بلوك اديتيف ديتو فوق هذا امبوسيبل يركب هكذا فيدير خسرت دراهمك برك لازم ديرها مليح في حسابك هادي لي بلوك اديتيف ما يطلعوش على نيمبورت كال كونتاكتور مثال في هاد الكونتاكتور هذايا عنده صافا دير بلي كي يبدل لو اسمو تاعو ما عندوش هكذا عنده لي بلوك اوكسيليير تاعو تاع الماركات تاعو هكذا كل ماركه عندها بون ما نقولكش شوف تاع لي شينوا قلت لك كاع فيهم هكذا كيف ولكن هادوما هذا راه شغل السبعه هذاك اللي غطينا له عينيها وباين شكون لي مارك الكبار هادوما اوتوماتيكمون لي كونتاكتور تاعهم شويه غاليين لي بلوك اديتيف تاعهم لازم تشريهم تاع نفس الماركه هكذا باش ما نجيش نوضح اكثر من هكذا سي بون هكذا الله غالب دوك هادوك هما سي دي غران كبار ماركات كبار لي بلوك اديتيف تاعهم لازم تشريهم تاعهم هكذا بار كونتر واحد اخرين دي مارك واحد اخرين شويه موان شير لي بلوك اديتيف تاعهم يمشوا معاهم كاع فوالا ان شاء الله مفهوم في هذا البوان هذا هاوليك ان بلوك اديتيف هذا نزيدو في لي بلوك اديتيف كاين مثال يا خويا قال راح نخدمو جروب عندنا جروب الكتروجين لازم نديرو الانفرسور ديالو في الانفرسور بون هذا ماشي تاع انفرسور هذا بون هذا شنو ماشي انفرسور الله اعلم دوك تشوف مثال انفرسور فيدير هذا الكونتاكتور يجيب صونال غاز وهذا الكونتاكتور يجيب تاع الجروب لاليمونطاسيون تاع الجروب وهذا يجيب تاع صونال غاز هاد لي كونتاكتور هادو ما باش نخدم الانفرسور ديالي فيدير نهار اللي تكون كاينه صونال غاز لازم يتغلق لي هذا وهذا لازم يكون مفتوح نهار اللي تروح صونال غاز لازم هذا يتفتح وهذا يتغلق ولكن رد بالك ما يلزمش يتغلقوا في زوج على ضرب او ميم طون كذا يلزمش يتغلقوا في زوج على ضرب باسكو هذه انا لي مونطاسيون جايه من صونال غاز
وهذه جيم هذه جيم من الجروب وهذه راهي جيم صون الغاز امبوسيبل يتغلقوا في زوج على ضربه والسينور قدرت كرسي كبير راح دير ديقه كبيره هكذا دوكا الا كانت كاينه صون الغاز لازم هذا اللي مغلوق والا كان هذا الا كانت العكس يدير واحد فيهم اللي يكون مغلوق واش لازمنا نديرو نديرو ان فيرياج ميكانيك هاد التريانغل هذا صغير هذا كي نشوف هاد التريانغل واش حاب يقول يقول بلي كاين ان فيرياج ميكانيك الا تغلق هذا من سابع الموحل ان هذا راه مفتوح ولا تغلق هذا من الموحل ان هذا راه مفتوح هذا يعطيو فيرياج ميكانيك هذا يسير لي شيما يسير لي شيما كي نشوف التريانغل معناته كاين ان فيرياج واحد فيهم اللي يغلق هاوليك في الرياليتي هايليك نديروه ما بين دو كونتاكتور هاوليك ستان بون عفسه صغيره هذه برك ماهوش غالي بزاف نديروه ما بين لي دو كونتاكتور يركب كيما اللي وريت لكم قبل هذاك البلوك اديتيف يركب كيفو كيف كيف نحطوه ما بين لي دو كونتاكتور بدير هنايا الى هذا التيكسيتا هذا من سبع المحل يتغلق والعكس إلا غلقنا هذا هذا من سبع المحل يتغلق هذا هاي ليك نعطولو انفرسر بوكو بلس نستعملوه في لي جروب كاين دي زابليكاسيون اللي يسحقوا هذا الشيء هذايا فوالا هادوما لي كونتاكتور قلت لكم تاع لي غران لي مارك الكبار ويديروا يديروا دي دوك شابين بالكتاب ربي ان شاء الله كاين عندك شباب ان شاء الله راح نحطو لكم تحت هاد الفيديو هدايا اللي حبيتي لي شارجيه مثال فليشوات على كونتاكتور اكسيتيرا بقى لنا جماعه لدرني بوان في لي كونتاكتور لدرني بوان في لي كونتاكتور لي كاتيجوري دو فونكسيونمون كيفاش يمشي الكونتاكتور جماعه احنا عندنا ربعة انواع ولا كات كاتيجوري تاع لي كونتاكتور عندنا مثال في الاسي 1 الاسي 1 هذا الا جبت ان كونتاكتور اسي 1 اللي من يصلح يصلح بور دي شارج ريزيستيف هكذا واش حاب يقول دي شارج ريزيستيف معناته مثال كما شفت مقبله ليكليراج بيبليك راح ندير ارمور تاع ايكليراج بيبليك بسم الله واش نخير كونتاكتور راح نخيرو اسي 1 مثال ما على باليش انايا هكذا بولونجيري باش راح تلقى نتايا فور الكتريك فور لي بيرمو ريزيستيف دوك واش ندي ان كونتاكتور اسي 1 هكذا عندي الا حبينا نشوفو دوزيام كاتيجوري اسي 2 هذا بور لي موتور ا باك الحاجه اللي تهمنا بزاف الاسي 3 هذا الاسي 3 بور لي موتور اكاش واش حاب يقول لي موتور اكاش لي موتور اسينكرون علاش لازم نخيرهم اسي 3 لو كان تخير اسي 1 ما تصلحش بور لي موتور علاش باسكو في لي موتور هادوما لي موتور اكاش في الديماراج ديالو راح يعيط من 6 حتى 8 مرات لو كورونومينال ديالو من 6 حتى 8 مرات لو كورونومينال تاعو يدير لو كورونو الكورون تاعو عادي الكورون ديالو في ريجيم نورمال اضربو فوا 6 مرات في الديماراج تاعو يدير راح يعيط كورون كبير وهذاك الكورون كبير هذاك بون هذاك الكورون الكبير هذاك راح يمشي مده ثواني مده قصيره هكذا هذيك المده القصيره اللي يكون فيها كورون كبير هذا الاسي 3 هذايا يحملها معايا يحمل هذاك الكورون الكبير هذا بار كونتر لو كان تخير الاسي 1 ولا الاسي 2 ما يحملش هذاك لابيل تاع الكورون هذاك في الديماراج تاع لو موتور اكاش يقعد لنا كاتيجوري اسي 4 وكاين بزاف ناس يقول لك الاسي 4 يقول لك باسكو وشوف روح قلب في اسمه يقول لك الاسي 4 يحمل ان كورون بلوس دو اسي 3 اسي 3 كيف كيف اسي 3 تلقى مثل في 25 امبير في 60 امبير في 80 في شحال حبيت بصح تلقى اسي 4 كيف في لي ميم كيفاش يقولوا لي ميم كاتيجوري هادو تاع الكورون بدل كاين فرق ما بين الاسي 3 والاسي 4 ما تقوليش على جال الاسي 4 بول لي موتور الكبار هذه هي ليسبليكاسيون جينيرالمون يقولوها لك اسي 4 حنا ماشي هذيك باسكو في الاسي 3 قلت لك ما في الاسي 3 عندك دي كورون الفي
شوف الاسيت روا باش نتفاهموا عليه، قلنا في الديماراج يحمل ان كورون كبير، هذا الي كونسي بور سا، خدموه على جال هذا الشيء. لو اسي 4 مخدوم pour certaines applications veut dire le moteur هذاك سوف كيف كيف الموتور اكاج موتور اكاج انت ايش ديت هذا الموتور اكاج واش دير تخدم به pour une application. شفت مقبل قلت لك انا في الديماراج راه يعيط من 6 8 مرات لو كورونومينال تاعو، 6 8 مرات الكورونومينال تاعو وهو راه طالع، كان اوروبو الموتور كان اوروبو راه طالع مثال 1500 ولا 3000 تور بار مينوت هكذا، هو راه طالع لهذيك لا 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 فيتاس هذيك، انت واش دير ان فريناج، دير ان فريناج هكذا، هو راه طالع فلوس من عيطوا له ريجيم ترانزيتوار، هو راه في هذاك الريجيم ترانزيتوار هذاك وانت يا درت له ان فريناج. الفريناج واش معناه؟ معناه ان الكونتاكتور لازم يكوبي، الكونتاكتور لازم يكوبي، وين يكوبي؟ كوبي في هذاك الريجيم ترانزيتوار وين الكورون راهو طالع 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 بزاف هكذا. هنايا في هاد لابليكاسيون هادي الا كان انت عندك مثال ابليكاسيون كيما هكذا مثال ماشينا بدير الموتور هذاك تشعلو يطفى تشعلو يطفى تشعلو قبل ما يكمل، هو مازال ما وصلش للريجيم تاعو نورمال، انت يا تكوبي تفريني تما اللي تروح تخير هاد لو اسي 4. هذا هو الفرق ما بين لو اسي 4 لو اسي لو اسي 3. وشوف مليح هنايا واش يقول لك، كوبور دو موتور لانسي هكذا مارش بار مارش باراكو هكذا لانفيرسيون ديماراج اكسيتيرا هكذا، بدير هذا يحمل بوكو يحمل الكورون اكثر في سورتو قلت لك في الفريناج كيكون في لي ريجيم هادو. في واش حبوني نقول لكم دوكا في الفيديو ان شاء الله الجاي نسيو نديرو ان تي اكزرسيس ان شاء الله على لو شوا تاع ان كونتاكتور، باسكو لا بلو بار تاع الناس كيقول لك لو شوا تاع كونتاكتور يقول لك لي كورون دونتري لي كورون سورتي وخلاص، مي يتجاهلوا هاد الحكايه هادي تاع لي كاتيجوري دو فونكسيونمون. وكاين بوان واحد اخر اللي هو بعدا نشوفه ان شاء الله في الاكزرسيس هذا، اللي هو لو نومبر دو مانوفر، شحال هذاك الكونتاكتور هذاك شحال تقدر تخدم به من مره، نومبر تاع لي مانوفر اللي تخدم اللي يقدر يغلق شحال من مره فيدر شحال من مره يقدر يغلق ويفتح هذاك الكونتاكتور. تري امبورطون هاد لو بوان هذايا، فيدير حتى الكونتاكتور هذاك اللي راح تشريه تقدر تحسب له حتى ليسبيرونس دو في تاعو شحال راه يعيش لا دوري دو في تاعو هكذا. فاصون هذه نتكلموا عليها ان شاء الله في هاد ليكزيرسيس ان شاء الله. ثاني اوتوماتيكمون هاد الفيديو هذا ان شاء الله نكملوه، نحكو قلنا على لي طومبوريزاتور ترافاي والروبو لي رولي طومبوريزي. واش حبوني نقول لكم جماعه، هذا الفيديو هذا الى عجبكم بارطاجوه جماعه، سورتو على بالي دوكا كاع الجماعه راه عندكم فيسبوك، بارطاجوه سور لاباج فيسبوك تاعكم، بارطاجيه مع اصحابك، ما تخليش الفيديو يحبس عندك. فوالا دوك هذه هي لي فوتو تاع لا فورماسيون الكتريسيتي اندستري اللي يحب ينسكري معنا، هذه لي فوتو تاع الكتريسيتي باتيمو، اللي حاب يتصل بيا هذوما لي نيميرو تيليفون تاعي، هدايا لا باج فيسبوك تاعي حوري.انتي، وهذوما بلا ما نوصي جام وصابوني وبيان سي لا كلوش هذيك. وفي الاخر نقول لكم بقاو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.